13 مبنى وقاعة أغلقتها الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بعد تشكيلها لجنة من فرق الدفاع المدني والإدارات المحلية للأقضية لفحص توافر شروط السلامة والأمن المكاني في قاعة الأعراس والمقاهي والأسواق المركزية وحتى المباني الحكومية. أجرت مديرية الدفاع مدن صلاح الدين حملة واسعة شملت قاعات الأعراس والمناسبات والمولات والأماكن العامة والأسواق المركزية أو الأسواق التجارية عفواً، وتطبيق شروط السلامة المهنية والأمان، وشملت أيضاً دوائر الدولة. تم غلق أكثر من 13 مشروع وبناية لمخالفتها شروط السلامة والأمان، ولحين سوف يستمر الغلق لحين توفير متطلبات السلامة والأمان في هذه المشاريع. أغلب الأبنية والقاعات الأهلية والحكومية على حد سواء لا تتوافر فيها حساسات الإنذار المبكر والمطافئ المائية وشروط السلامة الأخرى حسب متخصصين، فمالكو هذه المشاريع لا يعتمدون المعايير الهندسية العلمية في تصميم هذه المباني بشكل يراعي وجود حلول طريئة عند حصول الحوادث المفاجئة. احنا دائما نحث الناس بالبداية انه يلتزمون القانون والنظام، والنظام يكون صارم بدون مجاملة، هذا اهم موضوع عندنا. فالنظام اذا طبق بحذافير، والنظام موجود لكن ماكو الا تطبيق، تطبيق ماكو على ارض الواقع. هذا الموضوع صار مأساوي، من مأساة يومية دا تتكرر، يومية دا تتكرر مأساة. اذا اكو كانت فرق تتابع هذا، واكو لجان يشكلون لجان، صدق اذا تصير هاي اللجان ولجان كود لجان حقيقية تتابع هذا الموضوع، مو اليوم اللجان طبت تابعت شلون اكو موجود لا دارت وجهره، لا لجان فعلية. احنا اليوم ما نريد لجان بالكلام، لا نريد لجان فعلية وتطبيقية. وحسب إحصائية لمديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، فإن عام 2023 شهد وقوع أكثر من 19,000 حادث حريق في عموم محافظات العراق حتى شهر آب المنصرم، تسببت بوفاة 850 شخص. سجاد حكمت، قناة زاغروس، محافظة صلاح الدين.